بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا وقتي المتواضعة وضعت تحت عنوان لا ضمانة حقيقية أمام التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية للإصلاح، على اعتبار أن الورقة تناولت قراءة سريعة في تقريبا أكثر من 30 وثيقة بريطانية، هي عبارة عن مراسلات بين المعتمد المقيم البريطاني والحكومة البريطانية أثناء هذه الفترة التي ابتدأت من 1820 حتى 1971، 1971. طبعا حاولت الاختصار بقدر الامكان، وساطرح خطوط عريضه ثم يمكن في مراحل اخرى. لا شك ان اليوم اذا اراد الشخص ان يقرا عن تاريخ البحرين يرجع للوفاه البريطانيه، ما يكتب حقيقه بأقلامنا هو قليل قليل جدا، وبالتالي تعد خصوصا المراسلات مهمة جدا لمعرفة ما جرى بالفعل. ولذلك سأبدأ بحوالي 5 نقاط هي خلاصة هذه الوقفة. الوقفة الأولى هي المرحلة الأولى، بريطانيا مسؤولة عن العلاقات الخارجية فقط. لا شك أن عندما تقرأ الوثائق والاتفاقيات، خصوصا اتفاقية 1820، 1880، 1892، اساسا تتحدث عن ان البحرين تعتبر محمية بريطانيا، بريطانيا تتكفل بحماية البحرين في مقابل التزامات يقوم بها الحاكم، وحددت بانه لا يجوز للحاكم بتوقيع أي اتفاقية مع أي دولة أخرى غير أو بدون إذن بريطانيا. 2، رفض فتح أي قنصلية، أي وكالة أو أي صيغة دبلوماسية على الأراضي البحرينية دون إذن من بريطانيا. عدم التنازل أو التخلي عن أي جزء أو بقعة أرض من البحرين لأي دولة أجنبية دون إذن من الحكومة البريطانية. عدم منح أي امتياز للتنقيب عن النفط من دون موافقة وإذن الحكومة البريطانية. لكن هذه الاتفاقيات لا تشير أبداً للتدخل في الشؤون الداخلية بين الحاكم والمواطنين أو التدخل في الشؤون القانونية. هذه الاتفاقيات يعني حددت بهذا الطابع، ولا شك هذه الاتفاقيه تعني ان سلبت البحرين واصبحت سياده بيد الحكومه البريطانيه. واللطيف ان في ذيل الاتفاقيه يعني وجدت وثيقه تتحدث ان الحكومه البريطانيه في كل هذه القضايا، خصوصا في القضايا المهمة، يمكن أن تشاور الحاكم في بعض القضايا المهمة، لكن رأيه غير ملزم والمشورة مع الحاكم غير ملزم. القرار هو في يد الحكومة البريطانية. وطبعا هذا المنوال يمكن بدأ إلى عام يعني من 1820 إلى تقريبا 1904. كل هذه المدة كان مهمة بريطانيا والحفاظ على خط الملاحة الدولي ومحاربة القرصنة وتأمين بحيث مسار آمن من بريطانيا إلى الهند وحركة التوافل والتجارة ويتم عبر البحار. 2، بداية التدخل في الشؤون الداخلية المعروف عبر الوثائق المذكورة أنه خصوصا مع تطور شركات، مع تطور صيد اللؤلؤ وأن الأورق
الموظفين يجون يشتغلون، خصوصا الفرنسي يشتغلون من البحرين، وتوافد العمال الاجانب. حصلت هذه المشكله ان فداويه الشيخ علي اللي هو يعتبر شقيق الحاكم الشيخ عيسى بن علي، هجموا على المؤسسه الالمانيه، كان في وكاله الالمان في البحرين، وهجموا على الموقع، وطبعا حصل هجوم عليه وجرح عدد منهم. هني بريطانيا في عام 1904 اصدرت ما يسمى بمرسوم بقانون السفر، بحيث ان يكون لبريطانيا الحق في الدفاع عن الاجانب. ان الشيخ عيسى بن علي الحاكم وهو مسؤول عن شعبه، لكن الاجانب الذين يعملون من البنود والبريطانيين والاوروبيين فهؤلاء بريطانيا هي المسؤوله عن حمايتهم. وطبعا يخرجوا من نظام السفره. هؤلاء لهم نظام تقاضي يكون عند المحاكم البريطانيه ويحكم عند البريطانيين يحاكم عند البريطانيين، ولا يجوز لحاكم البحرين محاكمته. طبعا الملفت من الوكاله البريطانيه ان طبعا انتقاص من حق الحاكم، وفي نفس الوقت ان الان الاجنبي اصبح في مأمن، فبالتالي قاموا مختلف الشخصيات، طبعا هناك عرب من نجد من السعوديه العربيه، قالوا والله خاطبوا الحكومه البريطانيه قالوا احنا مو بحرينيين، فاحنا بعد مطالب بضمنا ضمن اتفاقيه 1904. الايرانيين من السنه سنه وشيعه قالوا والله احنا بعد تابعين الى ايران مو تابعين الى البحرين، فضمونا احنا بعد في فأصبح فقط هم البحرينيين من أصل بحريني اللي هم معرضين لنظام السخرة، وهم اللي متروكين إلى نظام السخرة اللي كان سائد آنذاك. طبعاً بعد الحرب العالمية الأولى بريطانيا شوي نصحت أنه لابد أن يكون نوع من الإصلاحات، خصوصاً بعد تكليف الميجر براي وبعد ديكسون كانت في بعض الإصلاحات، خصوصا في سنة 1920 أنه كان هناك مجلس مؤلف بلدي من 8 أشخاص، 4 منهم يعينهم الحاكم يعني مواطنين، بعضهم 4 منهم أجانب و4 منهم بحرينيين، تكون هذا المجلس البلدي برئاسة الشيخ عبد الله وهو ابن الشيخ عيسى بن علي. هذه اللفتة اللي هي بداية التدخل البريطاني. النقطة الثالثة وهو التدخل الرئيسي البريطاني في الملف البحريني. متى بدأ؟ طبعا بدأ بعد أن انتقل الميجر ديكسون وحل محله معروف الميجر دالي. ميجر دالي معروف عند البحرينيين واجد، لأن في هذه الفترة بالذات صارت نوع من المصادمات والاضطرابات، وفي نفس الوقت حصلت فيها قرارات مهمة جدا إصلاحية. الميجر طبعا بعد نقل الميجر ديكسون إلى منطقة أخرى، الشيخ عبد الله اللي كان هو صاحب نفوذ حسب الوثائق وحسب كتب التاريخ، وكان ينوب أو يتحرك باسم والد الشيخ عيسى بن علي، وكان هو من يقود يعني الفداوية، وكان ينتقل تحت تنفيذ القانون، شاف أن الميجر ديكسون تقريبا ضغط عليه وحد في موضوع الجانب البلدي وحب قيده، خصوصا بعد مرور بعد تحديد الإصلاحات. فلما اعتبر أن تم نقل ديكسون إلى منطقة أخرى أن هذا تقريبا فرصة إليه بحيث أنه يبدأ يرجع يسترجع قوته، فقام استقال من المجلس البلدي او حل المجلس البلدي المكون من 8، وبدأ طبعا يعود الى نفس الطريقه اللي كان يعمل عليها. الميجر دالي ما بدأ عهده في 1921 طبعا وجد ان الشيخ عيسى بن علي هو الحاكم، والشيخ حمد هو ولي العهد، وتم الاعتراف به،
من قبل الحكومة البريطانية، بينما على الأرض من يقود صاحب النفوذ وصاحب الحركة هو الشيخ عبد الله. فاتخذ ميجر ديلي قراراً بأن يضع الشيخ حمد بدل أخيه الشيخ عبد الله في المجلس البلدي اللي تم حله من قبل الشيخ عبد الله. طبعاً هني لفتة ذكرها أيضاً دكتور فؤاد خوري في كتاب القبيلة والدولة، أن البحرين في هذه الفترة بالذات بعد الخطوات اللي قام بها الميجر ديلي انقسمت أسرة آل خليفة الحاكمة، فبعض أفرادها أيد الإصلاحات، إصلاحات شو اسمه ديلي بقيادة الشيخ حمد ودعم المعتمد السياسي، وكان معهم الشيعة طبعاً اللي كانوا يطالبون بعرائض للإصلاحات، وعرضها البعض الآخر من العائلة الحاكمة خصوصاً الشيخ عبد الله، وأيضاً بدعم من بعض القبائل. طبعاً هذا بداية، طبعاً أحاول أختصرها اختصار كل الشديد، لأن بعد هذه الخطوة بدأت الغارات على القرى، ومنها الغارة اللي طبعاً اشتهرت اللي قادها الشيخ خالد بن علي أخو الحاكم على منطقة سترة، وراح ضحية هذه الغارات أكثر من 12 شخص. وكان تحدي أمام الملك، أمام الشيخ حمد وهو ولي العهد، ما زال هو ولي العهد، والمعتمد البريطاني. والقرار اللي اتخذ ديلي أنه طبعا أمر بمحاكمة الشيخ خالد بن علي، وصار في محاكمة موجودة الوثائق في المكتبة البريطانية، أي واحد يروح للبريتش لايبراري مع الأسف أن تشوف نص المحاكمة والتوقيعات ممهورة ما زالت حية، ولكن هذه الوثائق يعني طبعاً أوردي الآن حولت لأونلاين طبعاً، ولكن كورق لها قيمة جداً كبيرة. وهذه المحاكمة تعتبر أول محاكمة يمكن في تاريخ البحرين لأحد من أفراد العائلة الحاكمة. طبعاً طبعاً بعد هذه الحادثة أيضاً أبناء الشيخ خالد أغاروا على منطقة سترة تأديباً وانتقاماً منهم، لأنهم رفعوا قضية وأن الحكم صادف والدهم. وطبعاً كان الميجر ديلي شديد في هذه لأجل إبراز حرص البريطانيين على تطبيق القانون، فتم الحكم عليهم بالإعدام. وطبعاً هذا بعد أيضاً حكم غير متوقع في ظل القبلية الموجودة. طبعاً في الوثائق مكتوب أنهم هربوا، حين هربوا هربوا على يتم تطبيق القانون، ولكن لا شك أن هذه الحادثة معناتها أن هناك بدأ نوع من تطبيق القانون حتى على الأسرة الحاكمة. لكن بعد هذه الحوادث القرار الأكبر اللي اتخذ أن البريطانيين أمروا الشيخ عيسى بن علي بالتنحي والتنازل لابنه ولي العهد الشيخ حمد، وعلى هذا الأساس تمت حركة الإصلاحات اللي شفناها بعد قرار العزل. وأهم قرار تم اتخذ في هذه الفترة من قبل البريطانيين وإلغاء نظام النظام الإقطاعي، بحيث أن في ذيك الأيام طبعاً كان مناطق البحرين مقسمة حسب ما يروى في الوثائق، أن كل منطقة لها شيخ، وهذا الشيخ يعتبر مثل الحكم الذاتي إليه. هذا النظام الإقطاعي تم إلغاءه. وفي 1932 طبعا تم منع السخرة، وحصد هبات العائلة كلها ببيت أملاك الدولة. هذا كان تحول ملفت عند الحكومة البريطانية، أنا أخذته كمثل لأنه كان في الجانب الإيجابي. ثم أنا أخذ بند آخر وهو أو مثال آخر، موقف البريطانيين من الهيئة باختصار حتى لا أطيل، لأن هدفي الوصول للوثائق الاستقلال. طبعاً الموقف البريطاني من الهيئة أنا أتصور في كثير من المعلومات متوفرة عندكم، أنا اللي أريد أطرحها شنو كان رأي الحكومة البريطانية، ماذا كانت تقرأ الحكومة البريطانية لواقع حادث الهيئة، وماذا يكتب من قبل المعتمد البريطاني إلى الحكومة
حكومة صاحبة الجلالة البريطانية حتى نعرف شلون تتم عملية نقل الأخبار حتى في هذه الأيام شلون تنقل الأخبار. طبعا عندي عدد من الوثائق التي أشارت في بس لفتات أنا أعطيها أن أشارت الوثائق إلى أن البحرين تعتبر دولة استبدادية. أعضاء البلدية في المنامة والمحرق انتخبوا لمرة واحدة. هي الوثائق تسرد، أنا أقرأ من نصاً من الوثائق، يعني انتخبوا لمرة واحدة ولكن هذه العملية لم تستمر. وفي أكتوبر الماضي توصل الحاكم على الهيئة أهلي 1956 الاتفاق مع الإصلاحيين على أن تكون الهيئات نصف منتخبة، تم الاتفاق، ونصف معينة للإشراف على التعليم والصحة والبلديات. وكذلك وافق الحاكم على دعوة الخبير الدستوري المصري السنهوري، مثل ما كنا نعرف أنهم كانوا يطالبون بكتابة تعديل بعض المواد القانونية، وأن الشرع يحتاج للإصلاح. هاي تم الموافق عليها من قبل الحاكم. انتخابات تتم الوثيقة، انتخابات لهيئة التعليم تمت ولكن الحكومة ما طلت، يعني الأربعة تم انتخابهم ولا القسم المعين الآن، ولكن الحكومة ما طلت في تحديد أعضائها المعينين، وأن انتخابات لهيئة الصحة لم تتم. المطالب الأخرى التي طرحها الإصلاحيون هي عزل بليغريف، التحقيق في شغب 11 مارس، الاعتراف بالهيئة العليا التنفيذية، رفض اقتراح أن يقول الشرطة ضابط عراقي، كان مقترح في تلك الفترة، ما بغيت في التفاصيل، ولكن بناء على المفاوضات التي قادها الوكيل السياسي المعتمد في البحرين بين الإصلاحيين والحاكم تم الاعتراف أولا بهيئة الاتحاد الوطني، ووافق على تأسيس المجلس الإداري مع وجود ناس معينين من قبل العائلة، والموافق على التحقيق في أعمال الشغب. إلى الآن الأمور كلها جدا ممتازة. طبعا بخصوص عزل بليغريف، أنا لاحظت هناك يمكن حوالي يمكن خمس وثائق. لاحظوا، أنا لاحظت أن يمكن أكون مخطئ، بس اللي لاحظت أن الإصلاحيين أو هيئة الاتحاد طرحت في البداية مطلب عزل بليغريف، ولكن بعد فترة تنازلت عن هذا المطلب واعتبرت أن على الأقل في هذا الفترة يمكن السكوت عنه. بينما في الوثائق البريطانية كان هناك وثائق متضاربة من المعتمد السياسي في البحرين ومن بعض رجال الحكومة على أن هناك على الأقل رأيين. الرأي الأول أن بليغريف يجب أن يستمر لأنه هو يعني اليد اليمنى للحاكم، وهو الذي يعرف بكل صغيرة وكبيرة في البحرين، فمع بقاء شو اسمه بليغريف. بينما الرأي الآخر أن يعتبر بليغريف هو لب المشكلة، وأنه هو اللي تقريبا يثير الاستعداء لبريطانيا ومكانة بريطانيا، وبالتالي لابد من التفكير بخيارين: إما عزله مباشرة أو تحديد وقت لتقاعده. يعني كان فوق في الحكومة البريطانية هذا الكلام متداول، بل أن في وثيقة مناقشة الحكومة البريطانية أقروا بهذا الموضوع، ثم طلبوا التريث وعدم إخبار الحاكم بهذا الموضوع باعتبار أن البحرين تعيش حالة من الفوضى. على العموم، وثيقة 16 إبريل 1956 أن رأوا أن المطالب التي طرحها الإصلاحيون هي مطالب معقولة، بس المشكلة أن هناك الآن وضع متأزم، أن الحاكم لا يريد، رغم أنه وافق على المطالب لكنه لا يريد أن يتم تنفيذ هذه الخطوات كما تم التوافق عليها. وهناك إصلاحيون معتدلون وأصحاب نفوذ قوية يستطيعون كما طالبوا بإضرابات سابقة أن يقودوا إضرابات أخرى، وبالتالي ندخل في متاهات. كان هذا الكلام طبعا لما استمرت الأحداث وصار ضرب مصر في 56، 29 أكتوبر صارت في فرصة، اختلطت الأوراق. هني تلاحظ في عند الوثائق البريطانية ميل الحكومة، رغم أنك تقرأ في وثائق الحكومة البريطانية أنها تميل لتنفيذ الإصلاحات
مع بقاء الحاكم قوي، لكن مع اختلاط الأوراق كان هناك في كلام أنه لابد من أن الحكومة البريطانية تتخذ موقف شديد مع الاضطرابات والعنف الموجود. الوقفة الخامسة وهي أنا فاتحة الاستقلال، لأنه شلون واحد دائما يسأل شلون تم الاستقلال، يعني في البحرين خوب لم تكن هناك معارك ضد البريطانيين حتى يخرجوا من البحرين. طبعا تشير الوثائق البريطانية أنه في 8 يناير 1968 اجتمع وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية روبرتس مع أمير البحرين الشيخ عيسى ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين من العائلة، وجرى الحديث أولا أن هو افتتح الحديث في الوثيقة أصبح معروفا أن بريطانيا تعاني من المصاعب المالية، ومنذ نوفمبر 1967 كانت هذه الفكرة. احنا كان في اجتماع سابق في نوفمبر 1967 وطرحنا لكم في اجتماعهم سابق عن المصاعب المالية. الآن حان الوقت، هو جاي بنفسه، حان الوقت لإعادة النظر في نفقاتنا الداخلية والخارجية. وقال في اجتماعي بكم في نوفمبر 67 لم يكن هناك موعدا محددا لانسحاب القوات البريطانية من الخليج، ولكن الآن فقد تحدد تاريخ 31 مارس 1971، رغم أن البعض من أعضاء الحكومة كان يريد انسحابا فوريا، ولكن الحكومة قررت إعطاء البحرين 3.5 سنوات أو دول الخليج 3.5 سنوات كمهلة كافية. طبعا المسؤولين الحكوميين غريب لما تقرأ في هذه الوثائق، طبعا اعتبروا هذا الخبر كأنه بمثابة الزلزال أن يسمعوا بهذا الخبر، رغم أنه 3.5 سنوات. يعني الذين أعربوا عن أسفهم عن سماع هذا الخبر بعد التطمينات التي سمعوها في اجتماع نوفمبر الفائت، وأنهم قلقون من ردة فعل إيران أول نقطة، وسأل عن من سيقوم مكان البريطانيين في حماية الخليج وحماية البحرين، وماذا عن اتفاقيات البحرين مع بريطانيا التي أخذت أكثر من 150 سنة. روبرتس ويجيب أكد بعد زيارته لإيران، لأنه كان جاء وزار أبوظبي وزار بقية الأزار إيران أيضا ورجع إلى البحرين، أكد بعد زيارته لإيران أثناء جولته أنه تباحث مطولا مع الشاه وأنه مقتنع وحكومة صاحبة الجلالة مقتنعة بأنه لن يكون هناك تدخل من إيران، أما من سيحل محل البريطانيين في البحرين فلا أحد. وقال أن تاريخ الانسحاب لا يمكن التراجع عنه بسبب الصعوبات المالية، وعلى دول الخليج أن تجتمع لحل مشاكلها. المسؤولين البحرينيين أن هذا الخبر هو صاعقة وهو آخر شيء نريد سماعه، وأن وضع الخليج سيء ومهتز. وقال كم تكلف مصاريف بريطانيا العسكرية في البحرين قياسا بما تكلفه في فار إيست، تقريبا تعادل 1 لـ1000. يعني أنتوا تبغون تطلعوا من البحرين ليش؟ تكاليف كم تكلف يعني؟ طبعا هاي في 8 يناير. في 10 يناير أيضا اجتمع روبرتس مع العائلة وتحدث عن نفس الموضوع، أنا ما بطيل في هاي آخر الوثائق. اجتمع مرة أخرى يعني في اليوم الثاني وتحدث عن قلقهم من قرار الحكومة البريطانية بالانسحاب، وطبعا ذكروا أن مشاريع مثل توسعه المطار ومشاريع ألبسة تتأثر بعد انسحاب البريطانيين، لأن المستثمرين سينسحبون من البحرين لفقدان الأمن. البحرين ستحتاج لبناء الحرس الوطني مكون من 1000 للأمن الداخلي والخارجي، وأن الشرطة غير كافية، وأن 3.5 سنوات غير كافية لإعداد وتدريب هذه القوات. طبعا خلاصة هذه الورقة أن البحرين رفضت الطلب البريطاني بالانسحاب وطالبت بالبديل. روبرتس لما رجع إلى الحكومة البريطانية طبعا كتب مذكرة وقال أن هم طبعا قلقين ويرفضون الانسحاب في هذه المرحلة في هذا الوقت، وأنهم متخوفين من إيران، وفي نفس الوقت هم يحتاجون إلى بديل، يعني إذا فعلا انسحبت بريطانيا فإنهم سيلجؤون لقوة أخرى، وذكروا أمريكا. الوثيقة الأخيرة في 15 أغسطس 1971
وهي تعتبر من أهم الوثائق لأنها تحدثت عن ثلاث تحديات رئيسية للاستقلال. يعني ثلاث سنوات ونصف، إذا قرأنا القلق الموجود عند المسؤولين البحرينيين، هذه الوثيقة تعتبر هي اللي يعني تعطي أن المعتمد السياسي أو البريطانيين اشتغلوا على التحديات من 1968 حتى يسهلوا التحديات بحيث نصل إلى عام 1971 تكون التحديات الرئيسية قد تم حلها. هذه الوثيقة يطرح أول تحدي هو الدعاوى الإيرانية لأحقيتها في البحرين. أول تحدي يجب معالجته قبل أن تنسحب بريطانيا من الخليج هو معالجة المطالبات الإيرانية. التحدي الثاني هو التخلص من بعض أفراد العائلة غير النظيفين الفاسدين، يعني بحيث يتم الوصول إلى هذا العهد بشخصيات مقبولة أمام المجتمع الدولي. والنقطة الثالثة أنه يجب أن يكون هناك حل للمشاكل السياسية الموجودة في البحرين. في خلاصة هذه الوثيقة طبعا يتحدث عن أولا أنه معروف أن المطالبات الإيرانية تم حلها في سنة في مايو 1970، حين هذه الوثيقة 1971. فهني في الوثيقة يذكر أن احنا استطعنا، حكومة بريطانية استطعنا حل أو التوصل لحل في المسألة الإيرانية. طبعا ما يعرف التفاصيل والصار لأن في وثائق أخرى يعني، بس هو قاعد يجيب عن ماذا حدث. فهنه تم التوافق وانتهينا من مشكلة ادعاءات إيران عبر اللجنة، شبه لجنة تقصي الحقائق اللي جت في مايو 1970 والتقت بالشعب البحريني وحصلوا على ما نتيجته أن الشعب البحريني يريد أن يحصل على دولة مستقلة لا أن تكون دولة ملحقة بإيران. في الموضوع المسؤولين أو الأشخاص شو اسمه من أفراد العائلة الحاكمة تم التخلص من الأفراد غير النظيفين من العائلة الحاكمة، وتم عهد أو إيكال المهمات أو المسؤولية في السلطات الدولة إلى أشخاص ذو كفاءة عالية. وبخصوص الملف أو المشاكل السياسية ذكر أن تمت معالجة هذا الموضوع وتم طرحنا بعض الإصلاحات وتمت الموافقة عليها، لأنه هو كان يقول it was fortune that potential trouble makers، يعني الفرصة أن في هذه المرحلة أن الذين كانوا يقودون الاضطرابات هم يعني مو في مرحلة قوية لزعزعة الأمن في البحرين، لكننا عرضنا عليهم بعض التغييرات وتمت الموافقة عليها، وأن البحرين يجب أن يشكرون that البحرين took the opportunities offered اللي عرضت عليهم. فبالتالي هذه الإشارة الوحيدة، يمكن أنا في الثلاثين وثيقة ما لاحظت وثيقة أنه تم الاتفاق على نوع الحكم القادم بحيث يتم هناك تعيين مجلس تأسيسي منتخب، وبعد المجلس التأسيسي يصيغ الدستور ويكون هناك مجلس نيابي منتخب. هذه الإشارة فقط باعتبارها التقرير خلينا نقول مختصر من المعتمد السياسي، لكن كان يشير إلى أن هذا الجزء من المشاكل السياسية تم حلها، وبالتالي تكون كل التحديات التي كانت طبعاً هي كافنها إلى السير جيفري آرثر اللي هو أساساً هو وقع كاتبين. اليوم أنت بتوقع الاتفاقية مع ملك البحرين على إنهاء كل الاتفاقيات البريطانية، فبالتالي هو يقول له في نهاية الخطاب أنك أنت تستطيع اليوم أن توقع هذه الاتفاقية لأننا التحديات الموجودة قد انتهينا منها. خلاصة كلامي من الوثائق الموجودة، أولاً تلاحظون أربع أو خمس وثائق تحدثت عن المراسلات عن الإعلان عن الاستقلال في 1968. ردت فعل
المسؤولين البحرينيين لم تذكر يعني أن هناك خشية من المشاكل الداخلية. كان التفكير أو ما ذكر في المراسلات هو الخوف من التحدي أو التهديد الخارجي. على فكرة هم ما ذكروا بس البحرين، ذكروا دول أخرى في المنطقة بعد هي تسعى للاستيلاء على البحرين، لكن التهديد الإيراني كان واضح. فلاحظوا أن لم يتم الإشارة، رغم أن المعتمد السياسي أشار لوجود مشاكل، أنه ذكر في خطابه إذا لم تتم معالجة هذه التحديات الثلاث ومنها المشاكل الداخلية في البحرين فإنه لن تكون البحرين قادرة للوصول إلى الاستقلال، بينما المسؤولين الحكوميين أبدا لم يشيروا إلى هذه النقطة. فبالتالي التهديد الخارجي صحيح مطلوب، ولكن علاج التهديد الخارجي يجب أن يكون بتحصين البلد من الداخل عبر إصلاحات حقيقية. كل الوثائق ترينا أن البطش يعني من عهد الإقطاع، من عهد الإقطاع إلى يومنا، هذا البطش بيجي فترات الحاكم أو البلد ككل يحتاج إلى اتحاد وتراصف الصفوف من أجل عبور هذا المنعطف. اللي دفع للحصول على هذه المكتسبات الدستورية، المجلس التأسيسي والدستور 1973، في تقديري هو يمكن مطالبات داخلية صحيح أكيد من خلال الهيئة وما قبل الهيئة وما بعد الهيئة في 65، لكن الدور الخارجي، انسحاب بريطانيا وشعور الحكم خوفا من التهديد الخارجي لعب دور كبير في هذا الإطار. حتى اليوم الملف الإقليمي لعب دور كبير، والدور الإقليمي دور كبير في صناعة الحل داخل البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.